السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي ارسم عدد من النقط من البوينت من خلال قاعده معينه. انا دلوقتي اقول له مثلا انا عايز نمبر، واقول له النمبر دوت انا عايزه المينيمم بتاعه مثلا 1، الماكسيمم مثلا 22، الستيب خليها 1 تمام. ولو ما غيرتهاش مفيش مشكله يعني، كنترول سي كنترول في كنترول في، انا عشان بس اخلص موضوع الكسور. طيب دلوقتي اقول له انا عايز ليست تمام، او ممكن تيجي من هنا برضو تقول له ليست، اقول له ليست كرييت. طيب هنا عنصر واحد ممكن ازود اخلي فيه عنصرين، اقول له ده ايتم 1 ايتم 2 ايتم كده 0 1 2، اقول له بوينت باي كوردينيتس، واقول له ليست دي احطها في الاكس. وتعالى نشوف ايه اللي حصل هنا. تيجي هنا هتلاقي الليست البوينت اول واحده بواحد بزيرو زيرو، واللي بعديها وان زيرو زيرو، لان انا كل اللي انا بغيره في الاكس. طيب هقول له غير لي كمان في الواي، فبقى ايه الاكس والواي وان وان زيرو وان وان زيرو هكذا. طيب ممكن اقول له ايه، طب غير لي الارقام اهيت، خلي ده مثلا اهو بالشكل دوت تمام. طيب اقول له كمان غير لي في الزد، هيرسم لي تلات نقط والاحتساب بتاعتهم هتبقى بالشكل دوت. اول نقطة هتبقى 1 1 1، النقطة اللي بعد كده هتبقى 5 5 5 اللي خدنا الواي، النقطة اللي بعد كده هتبقى 3 3 3. طيب دي اول واحدة، ممكن اقول له ايه سيكونس. طيب السيكونس ده الستارت، ده الاماونت، ده الستيب الخطوات. طيب ممكن اجي على ديت واقول له دي خليها ايه بلاش بريفيو، وهاجي هنا اقول له ده ابدا اللي بالواحد الاماونت، والنمبر خليها مثلا 2 اللي هي الستيب عدد الخطوات. وتعالى هنا هتلاقي 1 3 5 7 9. طيب هات لي دي كده كوبي بيست وخليها تاخد من السيكونس تمام، بس خليها بقى بالفيو تظهر معانا بالشكل ده. طيب دلوقتي هقول له انا عايز رينج، رينج هديله ايه الستارت والاند والستيب، يعني اول واحده مثلا بواحد، الثانيه اللي هي الاخيره بخمسه، يبقى من واحد لخمسه مثلا. ممكن اقول له لا مش خمسه، خليها مثلا عدد كبير كده، وده نمبر اوف سلايد الستيب. طيب ممكن نقول له دي بقى خليها مفيش بريفيو، وهات لي البوينت دي اهيت وخليها بريفيو، بس خليها بالشكل دوت. طيب هو هنا من واحد ده الستارت، وده دي بقى هنا عدد الخطوات تمام. هيبدا يبدا من واحد وينتهي بال 11، وعدد الخطوات 2. ممكن بقى تكبر كده، تلاقي كل ما تكبر بتبدا تزيد معاك نقطه، 1 3 5 وهكذا. تقدر تشوفها هنا في الاوتو تظهر معاك بالشكل ده 1 3 5 7 9 وهكذا. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز شو ليبلز، فيبدا يظهر لك الارقام بتاعتهم عشان تقدر تتحكم فيهم